القراءة وحب الكتب هي عادة بتبدأ من الصغر أو مع بداية الدخول إلى المدرسة. فإذا كانت الكتب المدرسية التي تقدم للطفل كتب جميلة وعلى ورق جميل ومكتوبة بلغة جميلة ومشوقة وبها رسوم ملونة وجميلة، فهي تحبب الطفل وتعوده على القراءة من الصغر. وإذا كانت غير ذلك فسوف ينفر من الكتاب طوال حياته. الواحد بيفتح كتاب ويقرأ ما فيه ويتلمس ورقه ويشم رائحة المطبعة تخرج من بين صفحاته، فهذه لها متعة خاصة. القراءة بالنسبة للإنسان شيء مهم جدا، وهي مقياس تقدم الشعوب ونشوء الحضارات. وحتى في القرآن الكريم أول كلمة نزلت هي اقرأ، لما نزل الوحي على النبي محمد وقال له اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. فإحنا في النهاية القراءة هي متعة التجول في عقول الآخرين دون الاضطرار لتحمل سماجتهم أو رعونتهم أو سخافتهم. وأمير الشعراء أحمد شوقي له بيت شهير بيقول: أنا من بدل بالكتب السحابة لم أجد لي وفيا إلا الكتابة، وهو قول صحيح.